بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسباب التوفيق سبعة. لا ريب يا أيها الإخوة والأخوات أننا جميعا نبحث عن التوفيق. الطبيب يريد أن يوفقه الله، الطالب يريد أن يوفقه الله، الممتحن بالشهادة الثانوية يريد أن يوفقه الله، الزوج يريد أن يوفقه الله، العامل يريد أن يوفقه الله. إذا كتب لك الله تعالى التوفيق سعدت في الدنيا وفي الآخرة، وإذا نزع التوفيق من عبد نسأل الله السلامة ولحقه الخذلان. لو أن الدنيا كانت معه لأصابه الهم والكمد. والتوفيق خزائن مفاتيحها بيد الله عز وجل، يعطي منه أقواما ويمنع آخرين، لكن هذا العطاء ليس خبط عشواء. رب العالمين يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. فما أسباب التوفيق؟ أسباب التوفيق سبعة. 1. تقوى الله تعالى. 2. الاستقامة. 3. التواضع. 4. الدقة. 5. اللين. إلى هنا وصلنا في الدروس الماضيات. رقم 6 وهو درس اليوم، و7 رقم 6 الصبر. الصبر، من زرع شتلة الزيتون انتظر 5 سنوات حتى يأكل منها، فإذا لم يصبر وأراد أن يأكل من الغد أو من بعد الغد أضاع جهده وأتلف زرعه. التين مرات بده 5 ومرات بده 8 ومرات بده 10. يلي بده يأكل تين من ثاني يوم بيزرع الشتلة أو من خامس يوم أضاع جهده وأصاب نفسه بالكمد. الصبر شطر الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصف هذا الدين صبر. يا أبا يزيد، من أين لك هذا الحال مع الله؟ قال: من جلوسي تحت هذا الدرج أذكر الله 20 سنة. صبر. كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيش تعريف الصبر؟ هو حبس النفس على ما تكره. نفسي تكره غض البصر، سأحبسها على ما تكره حتى أكون من أهل التوفيق. نفسي تكره أن لا أرد من كال لي الصاع بصاعين. نفسي هيك بتحب، إذا واحد حكى معي كلمة احكي معه 10 عشان فرجي قيمته. لكن الصبر هو حبس النفس على ما تكره، سيشتمني شتيمة وسأحبس نفسي على ما تكره وسأسكت من أجل أن يكون التوفيق حليفي. الصبر. زوجتك عسرة، الصبر. زوجك صعب، الصبر. اتصل بي مرة على الإذاعة في برنامج على الهواء المباشر، ما أدري كم واحد يستمع، 100,000، 500,000، 1,000,000، 2,000,000، ما بعرف. اتصل رجل من صوته بان كأن له من العمر 60 سنة، يقول لي: إني رجل سيء. هو هيك على الناس على الهواء مباشرة يقول: أنا رجل سيء، زوجتي صبرت علي 30 سنة فقلبتني إلى إنسان جيد، أنا الآن كل شيء خير أعمله السبب فيه زوجتي. والله يا إخوان لو أنصفنا لأعطينا هذه الزوجة شهادة دكتوراه. ما هذه المرأة البطلة التي تصبر على رجل يقول عن نفسه أنه سيء، على رجل شرير، على رجل سيء، على رجل غليظ 30 سنة، ثم تقلب هذا الرجل إلى إنسان جيد. الصبر 1 من أسباب التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة عاشها، 13 في مكة و10 في المدينة، كلها سنوات صبر. أنا بالأزمة يا أخوان نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفاً بألطافه. قرأت السيرة مرة جديدة
فانتبهت لأمر نعرفه لكن لفتني فيه بأننا لا نوضحه في أذهاننا. يا حزركم، كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم أزمة في حياته؟ هلأ إحنا بسوريا صلنا 7 سنين، يا حزركم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سنة كانت الأزمة تبعه؟ 23 سنة، منذ إقرأ وحتى الرفيق الأعلى كلها أزمات. منذ تبت، قال شو؟ قال تبت أو تبا لك لهذا جمعتنا، بعدين حاصروا أصحابه، بعدين عذبوهم، بعدين مجنون، بعدين شاعر، بعدين تمالأوا عليه لقتله، بعدين هجروه، بعدين بدر، بعدين أحد، بعدين الخندق. كل سنوات النبي صلى الله عليه وسلم أزمة، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر، ويقول الله تعالى له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. مش صبر عادي، بدك تصبر مثل الأنبياء، ومو مثل الأنبياء، مثل أولي العزم من الأنبياء. هناك بعد 1400 سنة إذا ذكر محمد صلت عليه الملايين صلى الله عليه وسلم، لكنه دفع ثمنها صبرا. يا شباب، ما معقول أنت رحت اشتغلت عند صاحب محل صلك 2 شهر، قال داخل ابدي امشي. شو بدك تمشي عمو؟ صلك 2 شهر أنت بس عم تشتغل هون. قال والله الشغل صعب، وهذا المعلم عسير، ولهلأ ما رفع لي معاشي. بعد 2 شهر يا شو مساوي أنت؟ ورشة دهان بتفوت على البيت معلم و10 معه، بعد 2 يوم بيفوت صاحب البيت بيلاقي معلم ومعه 6، وينه الأربعة الثانيات؟ قال داخل الأون طاري الشغلة صعبة. يا شباب يا شباب، شو هاد؟ كل الشباب بدهم يعملوا لي، يعدوا لي قفا الطاولة ويحطوا كمبيوترات ويحركوا أصابعهم هيك، برامج برمجيات هيك بده يشتغل، وهاد بده أبوه يفتح له محل جوالات، لأنه محل جوالات هيك نظيف مرتب، بيلبس صقم وجرافي، بيقعد قفا الطاولة قدامه تليفون، إذا سمحت ناولنا هالقطعة، بيناولوا إياها هيك قطعة نظيفة، وبعد بس يناولوا إياها كمان بينفخ هيك على إيده مشان ما تتغبر. وبعدين قال بده يصير إنسان فهيم. إيه ما حتصير، سامحني، ما حيصير فهيم ولا يمكن أن يكون له شأن. والله قال لي أحد التجار 30 سنة تاجر كبير معه من الأموال يمكن أدي لي معنا كلياتنا كلنا، قال لي 30 سنة لا فطرت ولا تغديت في بيتي، فطرت وتغديت بالمحل، الساعة 8 بيكون المحل فاتح، الساعة 8 بيسكر 12 ساعة. دعاني لكتب كتاب بنته، قال لي أستاذ تفضل لعنا، قلت له إن شاء الله، أي ساعة؟ قال لي 8:30، قلت له المساء 8:30؟ قال إيه، قلت له مو متأخر؟ قال إيه والله، لأنه مسكر المحل الساعة 8. قلت له لك يا رجل حتكتب كتاب بنتك؟ يعني واحد كم يوم بيكتب، كم مرة بيكتب كتاب بنته، كم جلسة؟ مرة واحدة. إيه سكر الساعة 5، طلع أنت الساعة 6. قال لي لا لا يا أستاذ الله يخليك، بنسكر 8، 8:30 كتب الكتاب. يا شباب، إذا ما بتصبر ما بتصير. سل حفاظ القرآن الكريم كيف صبروا. والله قال لي أحد الأخوة بيته بالقصور بيسمي عند الشيخ محمد سكر عليه رحمة الله، الشيخ محدين، قال لي 6 سنوات كل يوم كل يوم كل يوم بطلع من القصور بصلي الفجر بجامع الشيخ محدين، قال لي ياما لحقتني الكلاب. الكلام قديم، الشوارع ربما كان فيها كلاب لما بيمر جنب المزارع، ياما لحقته كلاب، ياما خاف في الليل. هناك بصير حافظ قرآن كريم. أما واحد سامحني فاتح لي الجوال ومتسطح هيك وفاتح هيك المصحف، والله صعب يا السورة ما عم تنحفظ. إلا وشك وش حفظ، وبعمرك ما حتصير حافظ قرآن كريم. روح شوف حفاظ قرآن كريم كم من مرتين باتوا على العتبات، كم من مرتين سقاهم الصبر جرعة. هناك دفعوا ثمن القرآن الكريم فصاروا من حفاظ القرآن الكريم. الإمام الترمذي أبو عيسى الترمذي ألف كتاباً اسمه بين الناس معروف سنن الترمذي، بس هو اسمه العلمي جامع الترمذي. العلماء يقولون من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته النبي. هذه الكلمة ما قيلت في كتاب إلا في هذا الكتاب، من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته النبي. احذروا شو دافع هالكلمة الإمام الترمذي. عمي الإمام الترمذي لكثرة بكائه من خشية الله ولكثرة طلبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دافع حق عينتينه. شو أبو الشباب ما تحفظ لك شي 100 حديث، ما تحفظ لك شي 1000 حديث؟ قال والله صعب صعب، خير الله والله يعينهم، شو بدي روح أقعد عند المشايخ، والله أنا ما بقدر. إذا لم تذق وتشرب الصبر لن يكون التوفيق حليفك في أي شيء. زوجتك بدك تصبر عليها، شغلك بدك تصبر عليه، علاقتك مع جيرانك بدك تصبر عليه، ذكر الله تعالى بدك تصبر عليه. الله يحفظ لنا سيدنا الشيخ رمضان. سيدنا الشيخ رمضان بزمناته مفصل كرسي يا اخوان، عشان اللي بده يقعد على ركبه بالذكر بدك تقعد لك 2 و3 و4 مشان الله يفتح عليك وعلى الركب. إيه بس كثير بيجعوني ركبي، وكثير بحس حالي اخضروا، بدهم يخضروا ويحمروا ويزرقوا، وبدك تضل قاعد على ركبك وبدك تذكر الله هناك يفتح عليك. فسيدنا الشيخ رمضان بعدين فصلنا كرسي، مرة هداني واحد منه بس ما عاد عندي منه والله، بحيث أنك إذا جلست على ركبك تضع هذا الكرسي أسفل منك فيخفف الضغط على ركبتيك، عشان إذا حبيت تعد لك شيء 8 ساعات تقدر تعود 8 ساعات. أما واحد قال لسه الله ما فتح علي، صلي من أول رمضان عم صلي 20 ركعة تراويح، 20 ركعة تراويح عم تصلي، روح شوف الصالحون شو عم بيساوي يا رجل، روح شوف الصالحون هل ينامون أو لا ينامون في هذه الأيام. الصبر أسباب التوفيق 7، رقم 6 الصبر. أما 7 والأخير ما بدري الجمعة الثانية رمضان أو ليس برمضان، على كل ما في تراويح على كل أحوال. رقم 7 هي كلمة السر في كل ما مضى، يلي بيناتكم بيعرفها لازم تعرفها أنت. أسباب التوفيق 7، 1 تقوى الله، 2 الاستقامة، 3 التواضع، 4 الدقة، 5 اللين، 6 الصفر. رقم 7 كلمة السر شو اسمها؟ بر الوالدين. بر الوالدين هي كلمة السر بالسبعة يا إخوان. ما في صالح صار صالحا بعد فضل الله تعالى إلا وهو بار لوالديه. اوعك تفكر الله يفتح عليك وانت قاهر أمك وانت حارق قلب أبوك، لا تعذب حالك، روح اطلع من هون. اوعك تظن الله يفتح عليك بالشغل وأبوك زعلان وأمك زعلان. اوعك تظن الله يوفقك مع زوجتك وأولادك وأبوك يشعر بمرارة منك. بر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي قراءة ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كم مرة الله وصانا بآبائنا وأمهاتنا؟ صاروا 4 بلفظ وصى. وصى يا رجل، الله قال لك وصيتي عندك يا عبدي، هالمرة الختيار أو هالرجال الختيار. كتب أحد أساتذة جامعة تشرين، دعا رئيس جامعة تشرين عام 1972 جميع أساتذة الجامعة آنذاك إلى العشاء في منزله بمناسبة مرور عام على تأسيس الجامعة. كان الدكتور البوطي رحمه الله تعالى في تلك الفترة عميداً لكلية الشريعة في جامعة دمشق، وبرغم مشاغله وارتباطاته الكثيرة قبل أن يأتينا من دمشق كل يوم 4 لتدريس مادة القرآن الكريم في قسم اللغة العربية، فكنا نستضيفه تلك الليلة ليعود إلى دمشق بعد ظهر الخميس. كنت أعمل آنذاك في تأسيس مكتبة الجامعة، إذ لم تكن هذه المكتبة موجودة قبل ذلك الوقت. حدث أن زارني رئيس الجامعة في مكتبي وأنا أستضيف الدكتور البوطي عندي، وجه إلينا معا الدعوة لحضور العشاء مساء يوم الخميس. أجبت من فوري بقبول الدعوة شاكرا، لكن الدكتور البوطي طلب بلطف أن يستأذن والده في دمشق أولا. استغربت أنا ورئيس الجامعة من أن يطلب أستاذ جامعي كبير جاوز 40 تقريبا وأبناؤه الآن طلاب في الجامعة وهو عميد لكلية كبيرة ككلية الشريعة وفي جامعة كبيرة كجامعة دمشق أن يطلب الإذن من والده لحضور عشاء وتمديد زيارته للاذقية من مساء الخميس إلى صباح الجمعة. أخفى رئيس الجامعة ملامح الاستغراب من وجهه وتوجه إلي قائلا: اذهب يا بسام مع الدكتور البوطي إلى مكتبي ليتصل من هاتفي المباشر هناك بوالده في دمشق. المفاجأة لم تنتهي بعد،
ففي مكتب الرئيس أمسك الدكتور البوطي بالسماعة، وسمعت منه وهو يحدث والده على الهاتف العبارات الآتية التي أحاول أن أنقلها حرفيا. السلام عليكم أبي، السيد رئيس الجامعة دعاني مع بقية الأساتذة مساء غد للعشاء في منزله، هل أستطيع حضور المأدبة وأعود إلى دمشق صباح الجمعة؟ شكرا أبي، السلام عليكم. وضع السماعة. قلت له مجاملا: الحمد لله، هكذا أصبحت الأمور أسهل، تستطيعون الآن البقاء باطمئنان. كانت المفاجأة الثانية تنتظرني على لسان الشيخ: لا والله لا أستطيع، أبي ما وافق. لن تتصور أبدا معالم المفاجأة على وجهي ولا على وجه رئيس الجامعة حين وصفت له بدقة ما جرى على الهاتف. هل هذا معقول؟ لا نقاش، لا حوار، لا محاولة لثني والده عن رأيه. لا يعني لا. يقول الدكتور الجامعي الذي يسرد القصة: الأغرب من هذا أنني حين قدمت الدكتور البوطي قبل سنوات لجمهور الحاضرين في أكاديمية أكسفورد وهو يستعد لإلقاء محاضرته وسمعني وأنا أقص عليهم هذه القصة، نظر إلي نظرة هادئة وعيناه تقولان لي: نعم، وماذا في هذا؟ أين وجه الغرابة؟ كل الأولاد بيستأذنوا آبائكم، كل الشباب ما بيطلعوا عن طور أبوهم وأمهم. يا شباب، يا بنات، يا أخوات، يا آنسات، يا أساتذة، يا دعاة، يا رجال، ما ممكن تتوفق إذا أبوك مو رضيان، ما ممكن تتوفق إذا أمك مو رضياني. نصيحة لوجه الله، يلي أبوه وأمه مو مرتب أوضاعه معهم، أسباب التوفيق سبعة، كلمة السر برقم سبعة إنما هي بر الوالدين. الحديث عن بر الوالدين طويل، لكن يكفيني هذا القدر. احفظوا آباءكم واحفظوا أمهاتكم واجتهدوا في أسباب التوفيق، ثم لتكن قلوبكم معلقة بالله أن يصب عليكم من خزائن التوفيق صبا. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا التوفيق من جنابك، وأن تكرمنا بالتوفيق في حياتنا، وأن تكتب التوفيق وتجعله معنا. اللهم اجعل التوفيق حليفنا، يسير معنا أنا سرنا، ونسير معه أنا سار. اللهم وفق أولادنا، ووفق أزواجنا، ووفق إخواننا، ووفق أخواتنا، واجعلنا من أهل التوفيق والرشاد بكرمك يا أكرم الأكرمين. ورض قلوب آبائنا وأمهاتنا علينا. اللهم املأ قلوب أمهاتنا وآبائنا رضا علينا. اللهم اجعلنا في قلوبهم، اللهم اجعل دعاءهم لنا آناء الليل وأطراف النهار، واملأ قلوبنا محبة لهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. ورض علينا قلوب مشايخنا وأساتذتنا ومن أسدى معروفا إلينا، وارحم شيخنا الشيخ أحمد كفتارو برحمتك الواسعة، وارحم إخوانه ومن لحق به من هذه الدوحة المباركة، واجعلهم في عليين حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحول صحابته الكرام، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.